السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، بيب غوارديولا يدافع عن رياض محرز ويهاجم الصحافة البريطانية، هكذا جاءت جل العناوين الصحفية. أعزائي المشاهدين فلنواصل قراءة الخبر، حيث وجد المدرب الإسباني بيب غوارديولا وفيلسوف الكرة الإسبانية والإنجليزية حاليا رسالة قوية يوم أمس للصحافة البريطانية، وذلك أعزائي المشاهدين على خلفية الانتقادات الكبيرة التي توجهها عفوا للنجم الجزائري رياض محرز. طبعا الصحافة الإنجليزية والجزائرية توجه انتقادات كبيرة للاعب رياض محرز، حيث تدنى مستواه كما شاهدنا ليلة أمس ضد مباراة مانشستر سيتي ضد ويست هام، حيث لم يعطي كل ما في طاقته طبعا، وكأنه كان يلعب وكأن شيئا يلاحقه في الميدان، وكأنه خائف لم يكن يلعب وكأنه حر طليق في الميدان، كما كان أعزائي المشاهدين يفعل عندما كان مع ليستر سيتي. وقال بيب غوارديولا في تصريحات له: محرز قدم مباراة جد جيدة ولم يلعب منذ فترة طويلة، ولكنه لم يكن سيئا اليوم. طبعا لم يكن سيئا، أنك تدافع عنه وإذا قلت أنه سيء يا عزيزي بيب غوارديولا لكانت الصحافة يعني هاجمتك وقالت لك أنه بسببك وبسبب تهميشك وعنصريتك يا عزيزي بيب غوارديولا. وأضاف بيب: لو لم تكن النتيجة متعادلة كان سيكمل المباراة أعزائي المشاهدين، لكنه يفتقد لنسق المباريات لكي يعود إلى مستواه الحالي. طبعا تقولها بلسانك وفمك يا بيب غوارديولا، تقول له للصحافة الإنجليزية أنه يفتقد لنسق المباريات، أقحمه في المباريات، أرنا يا بيب غوارديولا، أرنا هذا المستوى الذي تتكلم عنه عن رياض محرز، وأؤكد لك إذا أقحمته في مباريات يعني 3 مباريات أو 4 مباريات سيصبح لاعبا كما كان في نادي ليستر سيتي بل وأكثر. هو رياض محرز هو يعني من ولاية تلمسان كما تعلمون، جزائري الأصل طبعا، تربى على العروبة، وطبعا هو كان يسكن في دشرة في ولاية تلمسان. طبعا أنا من ولاية تلمسان شخصيا وأعرف عليه هذه الأمور، يقطن في بنيسنوس تحديدا. طبعا رياض محرز تربى في عائلة مسلمة، ويعني هو خجول ولا يمكن فرض نفسه على رجل أجنبي إسباني، يعني طبعا والكل العالم يلقبه بالفيلسوف الإسباني. طبعا يا بيب غوارديولا، أنت رأيت أن رياض محرز لا يتكلم ولا يفرض نفسه، ويعني إنسان خلوق يحشم يعني بطبيعة الحال، أنت تتحكم فيه كما تريد. طبعا رياض محرز لو قلت له لن تلعب هذا الموسم كله لن يلعب هذا الموسم كله، وطبعا يأخذها في قلبه كحقرة، لكن لا يستطيع أن يقول له وأن ينتفض عليه طبعا أعزائي المشاهدين ويقول له أريد أن ألعب. طبعا هو بمثابتي كان حلمه منذ كان يتدرب ويلعب مع أصدقائه في شوارع صارسال، كان حلمه أن يصبح لاعبا يعني مشهورا، وعندما ظهر في ليستر سيتي وأخذ جائزة ولقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لم يفقد الأمل، وأراد وكان طموحه أكبر هو أن يذهب إلى نادي مانشستر سيتي، حيث كما قلت لكم في الفيديو السابق أضرب عن تدريبات ليستر سيتي لمدة شهر أو شهر ونصف، لا أتذكر المدة تحديدا، ولكنه رغم ذلك إدارة ليستر سيتي قالت له أكمل الموسم وستغادر في شأنك يا عزيزي رياض محرز. وطبعا لبت له الدعوة وبيب غوارديولا استدعاه وحقق من ظهره أموالا طائلة لحد، وطبعا ضرب عصفورين بحجر واحد، وهو أحضر رياض محرز كلاعب وكأداة تحفيز لستيرلينج وبعض اللاعبين الحقودين، وأحضر وأيضا أدخل من ظهره يعني من بيع قمصانه ومن الإعلانات التي ومن الصحافة الملايين الدولارات وحتى الملايير الدولارات. أعزائي المشاهدين اذهبوا إلى جوجل إذا لم تصدقونني وابحثوا عن القيمة، يعني القيمة التي بيعت من قبل قمصان رياض محرز للمناصري مانشستر سيتي. طبعا أصبح جل الصحافة العالمية يتكلم عن رياض محرز وعلى الصفقة التاريخية وأغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي.
طبعا كما يقول أنه يحتاج لنسق من المباريات لكي يعود إلى مستواه الحقيقي، هيا أقحمه يا بيب غوارديولا إلى التشكيلة الرئيسية، وسيبهرك بكل من التمريرات الحاسمة وطبعا الفنيات، حيث هو معروف ورأيناها سابقا، ولاعب يعني ولقب بصاحب القدم اليسرى السحرية. ويختم بيب غوارديولا قوله وتصريحاته عن رياض محرز قائلا: بالنسبة لي رياض محرز لاعب كبير وأنا سعيد لأنه معنا. طبعا هنا يريد تهدئة الأوضاع أعزائي المشاهدين، لأن الكل كان ضده والكل أصبح وأتيقن أن رياض محرز يتدنى مستواه بسبب عنصرية بيب غوارديولا وبسبب عدم إقحامه كلاعب أساسي في العديد من المباريات، حيث كما قلت لكم وأكررها في كل فيديو أنه منذ بداية سنة 2019 ونحن طبعا وصلنا ونحن قريبون أن نصل إلى نصف السنة، لم يلعب رياض محرز ولا لمج... ل أعزائي مشاهدينا لمباراة واحدة ونصف، وكانت المباراة التي قلت له قلت التي لعبها رياض محرز هي مباراة نيوبورت كاونتي، حيث سجل وتألق ورغم ذلك همشه طبعا. وقال بعد المباراة حيث جاءت الصحافة إليه وقال لها طبعا رياض محرز لم يكون لم طبعا ضيع العديد من المباريات. بيب غوارديولا يرى فقط الجانب السلبي ولا يرى الجانب الإيجابي. أحرز لهم هدفا ورغم أن يشكره ويمدحه أمام الصحافة، وكما قلت لكم رياض محرز كلاعب يعني وكجزائري الأصلي ومسلم يعني خجول ويتأثر بأي كلام، يعني يتأثر بأي كلام. رغم ذلك أعزائي المشاهدين بيب غوارديولا قال له ضيع العديد من الفرص ولم يسجل إلا هدفا واحد. طبعا لو كان قد شكره يعني واحتضنه أمام الصحافة العالمية حتى ولم يكن ذلك من قلبه، فقط يعني إرجاع مستواه والبهجة ولكي يصبح ولكي يرى رياض محرز أن لديه مكانة كبيرة في هذا النادي. طبعا هذا الشيء الذي يفتقده رياض محرز، المكانة أعزائي المشاهدين. لو رأى كمية الحب أعزائي المشاهدين والاحترام الذي يأخذها يعني في نادي مانشستر سيتي، وإذا كان أعزائي المشاهدين أيضا أصدقاؤه في نادي مانشستر سيتي يتعاطفون معه يعني ويمررون له الكرات، يعني يصبح يعطي كل ما لديه. ولكن يعني كل اللاعبين ضده وحتى المدرب الإسباني بيب غوارديولا ضده، فأي تألق تتكلمون عنه يا أعزائي المشاهدين؟ لن يتألق طبعا، الكل ضده طبعا، احتمال 1% أن يتألق في المباريات القادمة. لكن نتمنى من بيب غوارديولا ان يدعمه قليل ولو قليلا اعزائي المشاهدين. نحن طبعا هاجمني البعض وقال لي انك تتكلم عن رياض محرز كثيرا، طبعا انا ادعمه بهذه الاخبار، اتمنى ولو يعني يشاهد دقيقه من هذه الاخبار التي انشرها، وطبعا جل الصحافه، طبعا راينا الصحافه الجزائريه اعزائي المشاهدين تحطم رياض محرز. راينا العديد الغنيه عن التعريف وكلكم تعرفونها، لا داعي لفضح اسمائهم. فهم يعرفون إذا هم يشاهدون هذا الفيديو حاليا يعرفون أنهم هم المقصود. طبعا كل الصحافة حتى لو سجل يقولون عنه أنه لاعب عادي، وتعرفون هذه المقولة لمن أشير الآن أعزائي المشاهد، لقد سهلت عليكم الوضع. طبعا نحن كيوتيوبرز ندعمه بهذه الأخبار، ودائما وفي كل فيديو أتمنى له أنا شخصيا أن يتألق، ودائما أقول هذه الأمنية، وطبعا أتمنى أن تتحقق في المستقبل القريب أنه يصبح لاعبا أساسي ويتألق في المباريات القادمة ويسكت حثالة المجتمع ويسكت البلاطوهات الجزائرية المنتقدة لرياض محرز. طبعا عندما يأتي لي واحد ويقول لي أنت تتكلم عن رياض محرز، طبعا أعزائي المشاهدين أنا فخور أنني أتكلم عنه وأدعمه، لأن معظم الصحافة الجزائرية تنتقده وتكذب كل الأخبار. أنا أأتي من أخبار يعني حصرية من مواقع The Guardian و The Sun و The Mirror وكل المواقع و City Watch، يعني هذه المواقع الإلكترونية هي من الصحافة الإنجليزية الصادقة أعزائي المشاهدين، حيث هي تأتي هي منذ عقود أعزائي المشاهدين وهي تعمل هذه ولديها شهرة كبيرة وجمهور كبير أعزائي المشاهدين، فهي صادقة 100%، لا تكذب علينا، ليس مثل حال بلادنا اليوم. الصحافة يعني الجزائرية لا داعي لذكر أسمائها تكذب بشأن هذه يعني يعني هذه التفاصيل الصغيرة التي يحتاجها المشاهدون الجزائريين. طبعا أنا أأتي لكم بهذه المصادر من هذه المصادر الأخبار الجديدة والحصرية، وأقوم بترجمتها باللغة العربية يعني، وأضيف لكم يعني اللكنة الجزائرية، وطبعا ساعات أضيف اللهجة الجزائرية لتسهيل
الفهم المشاهد طبعا أعزائي المشاهدين. طبعا رياض محرز لم يجد من يسانده أعزائي المشاهدين حتى ولو في الصحافة الإنجليزية، ما حتى الصحافة الإنجليزية هنالك البعض ينتقده، وهنالك البعض ينتقد بيب غوارديولا لأنه هو من يهمشه. وقال أيضا: وعن ما تقوله الصحف البريطانية أعتقد بأنها لم تجد ما تكتبه عن فريقنا. عن كقهادة ما صرح به بيب غوارديولا فيلسوف الكرة الإسبانية، قال أنها لم تجد ما تكتبه عن فريق. طبعا جريدة ذا غوارديان وسيتي ووتش هي جريدة قريبة لمانشستر سيتي، خاصة سيتي ووتش طبعا سميت على النادي. جريدة سيتي ووتش القريبة من جريدة من نادي مانشستر سيتي تنتقدك، فتقول لي أنها لم تجد ما تكتبه عن فريقي. طبعا هذا تصريح يا أعزائي مشاهدينا مستفز، وتصريح ليس في القمة أعزائي المشاهدين، وتصريح بذيء كما أعزائي المشاهدين. للأسف هنا ينتهي هذا الفيديو، ونتمنى كما أقولها في جميع الفيديوهات هذه، أتمنى أن من رياض محرز أن نراه لاعبا أساسيا، ونتمنى أن أيضا أن بيب غوارديولا يندم على هذه القرارات العنصرية التي يتخذها ضد الجزائري رياض محرز، ونتمنى من رياض محرز المزيد من التألقات وأن يلعب كأساسي. نراه طبعا الميادين تشتاق إلى أقدام رياض محرز، وحيث الكرة أصبحت تشتاق إلى أقدام رياض محرز. طبعا هنا ينتهي هذا الفيديو كما قلت لكم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ودعمنا بلايك لهذا الفيديو لكي يصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم أعزائي المشاهدين.